رمضان الطفل معدته صغيره، ونفس الوقت هو يحتاج يعني اكثر من البالغ كطاقه وبروتين مرحله نمو، هو مرحله نمو فيحتاج يعني قيمه غذائيه نعطيه اكثر من احنا الكبار. احنا الكبار نمونا ثابت بلا يحتاجه، هو يحتاج للحركه ويحتاج للنمو، فلازم نعوضه. وخاصه الطفل اذا انتكس يعني اذا قللنا الطاقه الغذائيه اللي ياخذها اثناء مرحله النمو ناثر على نموه على طوله، فلازم نعطيه. فاحنا الطفل لازم تتقيس قسم وجباته، ماكو يعني بس فطور وبس سحور، لا لازم على الاقل انطيه فد 4 وجبات اني بين الفطور للسحور، على الاقل فطور السحور بيعطي في وجبتين على الاقل، اضافه للمي اللي يحتاجه. نحاول تكون الوجبه مالته قيمتها الغذائيه عاليه، يعني لازم بيها يكون بروتين، الكربوهيدرات الزينه النوعيه يعني تفيده. انت تحكين على الطفل الصائم ولا الصائم؟ هذا الصائم. الصائم اللي مو صائم بنحاول نسويها 6 وجبات، يعني 6 وجبات نقسم اللي هي 3 وجبات رئيسيه و3 وجبات اللي احنا نسميها سناكات او البينيه بين الوجبات. صحيح. ولازم طبعا وقت الوجبه اللي تكون سناك لازم بعيده عن الوجبه الرئيسيه، حتى من يكون مثلا ماكل هاي السناك مالته من تجي وجبه الغداء هو حيكون شبعان، يعني مو مثل الشبيه، فلازم المسافه بين وجبه ووجبه على الاقل في 2-3 ساعات تكون. نعم. زين هسه احنا حنحكي على رمضان ووراها نجي على الايام العاديه. وكل فئه عمريه همينه، ترى كل فئه عمريه لها يعني مميزاتها الخاصه. تختلف اكيد من الابتدائيه الى اعمار المراهقين، اعلى والمراهقين واعمار الصغار اللي هو تحت السنتين، ترى اهم فئه واهم فتره انه نحافظ على غذاء الطفل هي عمر السنتين. عمر السنتين مرحله تطور دماغ الطفل، مهاراته، مرحله نموه، احنا نسميها رحله الالف يوم، من اول يوم تتلقح البيضه الى هي نهايه عمر السنتين. هاي اي خلل يصير ممكن ياثر على نموه طول العمر بعد ما يرجع، اذا ما لحقنا عالجنا الموضوع هو بهاي فتره السنتين. وكلش مهم المفروض انه هذا الانتباه كله يصير للاطفال بمختلف الاعمار دكتور. يعني احنا سابقا تعودنا بالمدارس دائما ناخذ اكل ويانا من البيت، يصير ممكن انه احنا نشتري من الحانوت او من المدرسه شيء بسيط، ممكن نرجع ناكل اكل بيت ايضا. صح. ويستمر. هسه لا، تغيرت هوايه تفاصيل، يعني تحديدا بعد انشغال كثير من الامهات بالحياه العمليه وغيرها، يعني اغلبهم موظفات مربات منزل. والله المفروض الطفل يتريق قبل يطلع المدرسه، هاي المشكله. هاي مهمة. لازم تصير يعني وجبه الريوق قبل ما يروح المدرسه هاي كلش مهمه. اعطي كلاص حليب، اسوي له في التوست، هاي اخلي بيها جبن، مو فد شيء وجبه يعني ما تاخذ وقت، حتى لو كانت امها ابدا ما تاخذ وقت. اضافه الى افضل بالمدرسه ياخذ اللفه وياه من البيت، مو يشتري من الحانوت، الحانوت ايش حيشتري؟ شيبس، نستله، هالاشياء اللي هي مو مفيده له. هاي المشكله. حتى لو كان ضعيف الطفل، يعني مو نحكي على هذا الشيبس ما بيه قيمه غذائيه، بيه سعرات بس بدون ما يفيد جسمه للنمو. واذا كان الطفل يعني مو صائم، نتحدث بالايام العاديه، شنو الوجبات اللي لازم تكون؟ اذا هسه ردنا نرسم جدول للأطفال، نتحدث ممكن من الابتدائية وصاعدا. نجيب الابتدائية. الابتدائية طبعا قلنا احنا بصورة عامة هي كلها 6 وجبات، حتكون 5 وجبات من يبدي. 6 وجبات إلى 5؟ من يبدي يعبر 5 وجبات يصير. 5. أوكي. 5 وجبات. إيه 3 وجبات الرئيسية هي ريوق غدا عشاء، وبيناتها سناكين أو 3 سناكات حسب وضعيه الطفل، قابليته، حجم معدته، مدى ياخذ اني ما اخذ كفايته من الوجبه او هي وجبه ثانيه. دكتوره ايش قد مهم الطفل ياكل الخضروات الفواكه؟ كثير من الاطفال حتى نشوف يعني ناس بالغين يعني لاغين فقره الخضر والفواكه من يومهم. ايش قد مهم انه الام تحاول تسوي مثلا سلطه فواكه بين الوجبات هاي، اذا نحكي على الوجبات السناكات البينيه بين الوجبات، أو مثلاً سلطة عادية بها كل المعادن المفيدة إلى الجسم؟ طبعاً إحنا لازم متنوعة تكون. إحنا قلنا أول شيء خطوة مو بس أنطي مثلاً خبز ولحم وهذا هو، لازم تكون متنوعة. الخضار الفاكهة كلها بها فيتامينات بها معادن وترفع من مناعة الطفل، لازم تكون متنوعة. كل شيء بها خضار فاكهة حليب دهون صحية أجبان ألبان. الدهون الصحية نتحدث المكسرات ومشتقاتها وزيت الزيتون، زيت الزيتون، الأفوكادو، السمك يكون كلش مفيد. كلها هاي دهون صحية.